الرجل مش هيعرف يعمل حاجة. وبعدين مين اللي اتكلم؟ جمانة. وتحية للأخت جمانة وتحية ليكم جميعا. طبعا المشروع بتاعكم اليوم كان حلم ولم يولد بين عشية وضحاها، وأخذ حقالي أكثر من سنتين عشان نبدأ في هذا المشروع، والحمد لله أننا وصلنا للنتائج اللي احنا وصلنا لها. التقيت أنا ببعض المتدربات أمس وأول أمس فيما يقولون عليه يوم المرأة العالمي، وأنا يعني أقول أننا يعني لم أشعر في تاريخ عملي بقوة النقاش ووضوح الرؤية والرغبة في العمل والقدرة على الإنجاز كما شعرت بها في الأيام الماضية. وكان النقاش أعلى بكثير مما نتصور أو أتصور شخصيا. احنا مش عايزين نزايد على أننا بنعمل للمرأة يوم في السنة، أن المرأة حررت حينما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. المرأة حررت في القرآن، حتى من يقول أنها خلقت من ضلع أعوج، صح؟ الاعوجاج هو انحناء على القلب والرئتين والقصبة الهوائية، وإن لم يكن هناك انحناء لكي تحنن على هذه الأعضاء التي بدونها لا يستطيع الجسد أن يحيا، هذا هو الاعوجاج. اعوجاج إيجابي وليس سلبي، اعوجاج إيجابي وليس سلبي. من يفسر هذا عن اعوجاج سلبي هو في نظره أو في نظر أنا مخطئ. المرأة بالنسبة لي هي حياة الحياة. يعني ما معنى حياة الحياة؟ في الحياة بدون المرأة وبدون الأم بالذات لا يكون في داخلها حياة، لأنها التي تحمل الهم، هي التي تتطلع لبناء الأجيال، هي التي تصنع الأجيال، هي التي تحنن على المجتمعات، هي التي بها نصنع الحضارة ونصنع النهضة ونصنع التقدم. واحنا اليوم بنحتفل بما أتى به المصطفى صلى الله عليه وسلم من 14 قرن، ونكون سعداء وأعزاء ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي البعثة التي أعطت المرأة أكثر من الحقوق التي أعطتها لها أي ثقافة أو أي حضارة أو أي فكر آخر إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا ونحن نتحدى بالأرقام وبالتاريخ وبالإنجازات ما أعطاه الإسلام للمرأة، وما أعطته المذاهب والثقافات الأخرى للمرأة. لا يوجد مزايدات، توجد حقوق وتوجد واجبات وتوجد إنجازات وتوجد أثر، أثر في مجتمع أخرج المرأة من أنها تباع كجارية أو تؤد إلى أن أصبحت سيدة مجتمع وقائدة مجتمع ومربية إلى آخره إلى آخره إلى آخره. الأم هي من يبني الأمة. أنا ليس عندي أي شك في هذا، الأم تبني أمة، الأم تبني حياة المستقبل، الأم هي الراعية، الأم هي المجاهدة، الأم هي المناضلة، الأم هي التي لا تنام وتسهر أكثر مني أنا كرجل أو كزوج إلى آخره. لذلك أمك كما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثم من؟ ثم أمك، ثم من؟ ثم أمك، ثم أبيك. ليس لنقيصة في الأب، ولكن لدور في الأمومة والإمامة، إمامة تربية الأمة من خلال رحم الأم ومن خلال عمل الأم ومن خلال تضحية الأم. ده فكرنا، فكرنا اللي نعتز به لأننا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم،
كنا من سوريا، كنا من مصر، كنا من بريطانيا، كنا من أي مكان في العالم، إلا بنعتز بمحمد ها ودين محمد صلى الله عليه وسلم ورب محمد سبحانه وتعالى، فلا عزة لنا على الإطلاق، لمن يسمع ويعي ولمن لا يسمع ولا يعي. هناك فصال ناو أو وضوح، فصال ووضوح لمن هو الدين الحق والرأي الحق والهداية الحق للإسلام ولبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لا مزايدة، لا مزايدة ولا مداهنة أبدا. أنا عزيز بديني، عزيز برسولي، عزيز بقيمي، عزيز بأخلاقي، عزيز بتاريخي، عزيز بثقافتي، عزيز بحضارتي، عزيز بالنهضات التي أنشأناها من رحم الأم. وأنتم هذا دوركم، أنتم هذا دوركم. حذاري 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 أن تكونوا من الخانعات، حذاري أن تكونوا من المنهزمات، حذاري أن تكونوا من المتواريات. أبدا ما كانت المرأة التي ربها المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات أو لها صفة من هذه الصفات. فنحن بنشكر مؤسسة دعم المرأة، وبنشكر الإغاثة الإسلامية في كندا، وبنشكركم جميعا على إنجاح هذه أو بدء هذه المسيرة، بدء هذه المسيرة، وهي مسيرة ومنظومة لتغير ثقافة مجتمعات وفكر مغلوط على فكر محمد صلى الله عليه وسلم وعلى فكر الإسلام الوسطي اللي نتكلم عنه. المرأة إن كنا شقائق الرجال. أنا خلصت ولا لسه؟ ها؟ لا معايا وقت حقول للصبح ولا إيه؟ إن كنا شقائق الرجال، إن كنا أمهات القادة، كما قال سيدنا جعفر لسيدنا عمرو بن العاص في أرض النجاشي، إنها أمك، أتهن أمك يا عمرو التي ولدتك وربتك وكبرتك، إنها أمك، إنها جدتك، إنها أختك، إنها زوجتك. هذه هي المرأة التي بفضل الله سبحانه وتعالى وببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم أصبحت إشراقة من إشراقات الحياة، أصبحت شمس الحياة داخل الأسرة وداخل المجتمع وداخل الأوطان في تاريخ الأمم. فلا تزايدوا علينا أبداً بيوم واحد في السنة، أبدا هو كل يوم وكل ساعة وكل ثانية. لا تزيد علينا أبدا بيوم واحد لعيد الأم أو لعيد الأب، إنه عيد كل يوم، كل يوم عيد الإبنة، عيد الإبن، عيد الأسرة، كل يوم نهتم به. لذلك نشكركم، نشكركم، نشكركم. ودوركم، دوركم أصعب من دور الرجال شئنا أم أبينا. أنا برضك متجوز ومتجوز واحدة ست، مش كده برضك؟ وهي اللي شيلاني 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 يعني، وبدونها أنا ما سويش حاجة. زي ما كنا بنقول امبارح في الورشة، أنا فنكوش متطحطح يعني، زي ما أنا قلنا امبارح. ها فعلا 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 يعني. لذلك لابد أن نرجع أصل التعامل داخل الأسرة والتركيبة الأسرية لقيادة، ها، وقيادة الأسرة حاليا أو كما أنا أرى هي لزوجتي وليس لي أنا. أشكركم جميعا وجزاكم الله خير، وأتمنى أن يستمر هذا الموضوع لسنوات 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 لسنوات. لا ما تسقفش كده، سقف جامد جامد، حط ايدك كده، بص ارفع ايدك كده. قوم يا طارق كده عشان نحييك. اخونا طارق اللي هو مدير مكتب الاغاثه الاسلاميه في كولن في المانيا، هو اثر الا يتحدث، ها، لانه يعمل. فجزء من اللي سنودي عند طارق.
وجزء من السنوات لزيد. تفضل يا زيد وقف. وده يعني من ابنائنا او انا تعلمت منهم كثير، علموني الكثير، مش كده يا زيد؟ ها، الى ان وصلت الى هذه المنصه بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل تعلمهم ليا. المراه تربي جيل، وهذا الجيل هذا ابنك واخوك وزوجك وخالك وعمك وجدك الى اخره. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلاص.